بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. معاكم دكتورة آلاء محمد رضا، مدرس في قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ Upper GIT Imaging. المحاضرة بتاعتنا هتتقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني اللي هو الـ Methods of Examination of the Upper GIT، والجزء الثاني هو Normal Radiological Anatomy of the Upper GIT، والجزء الثالث هو Common Pathological Diseases of the Upper GIT. أول حاجة نبذة مختصرة عن الإكس راي وفكرة الإكس راي. إيه هو اللي تعرفه عن الإكس راي؟ البلين إكس راي أو الأشعة العادية فكرتها إن الإكس راي تيوب أو مصدر الأشعة بتطلع من الجهاز بصورة دايفرشنت وتعدي في جسم الإنسان حسب الجزء اللي هنفحصه، سواء كان الأبدومين أو الشيست أو الأبر لمب أو اللور لمب، وتخترق الجسم لتوصل في الآخر على الريسبتور اللي هو بيستقبل الصورة ويعمل لها بروسيسنج بطريقة معينة عشان تطلع لنا الفاينل ايمج في الآخر اللي بنشوفها على الفيلم أو على الشاشة. ودي شكل الإكس راي ماشين أو الإكس راي تيوب اللي هي مصدر الأشعة اللي بيطلع الإكس راي عشان تخترق الجزء اللي هتفحصه ونستقبلها في الآخر على ريسبتور بيبقى من الجزء الأوبوزيت سايد أوف ذا بودي، وفي الآخر نشوفها بصورة فاينل ايمج. طب الفاينل ايمج دي هل هي أبيض وأسود فقط؟ لا، هي عبارة عن different densities أو different colors مختلفة. ال different densities في الإكس راي بيبقوا 5 densities، من most black أو jet black اللي هو الأير، وبعدين الصورة تبقى dense شوية أو أبيض شوية في الفات، more dense أو more bright في السوفت تيشو، more bright أكتر أو more dense في البون، وأكتر حاجة dense أو bright جدا هي الميتال، سواء كان العيان حاطط فورين بودي في هدومه، حاجة ميتاليك مفتاح مثلا، أو مركب بيس ميكر في الهارت، أو أي ميتاليك فورين بودي في الجسم، فده هيبان هو الموست برايت او الموست دنس او الموست وايت هي الصوره الميتاليك، والموست بلاك هو الاير، لان الاشعه بتخترق كل جزيئات الهواء وتعدي الناحيه الثانيه للريسبتور بكامل قوتها او بكامل طاقتها، فتبان الصوره كانها فيري بلاك او محروقه. دي اللي هي الجيت بلاك بتاع الاير. يبقى دي هي الديفرنت اكس راي دنسيس. الأوبجكتيفز زي ما قلنا في المحاضرة النهاردة هما ثلاث حاجات: الـ Methods of Examination of the Upper GIT، Normal Radiological Anatomy، والـ Common Pathological Diseases of the Upper GIT. Let's go. أول حاجة هي الـ Methods of Examination of the Upper GIT. في methods كتير جدا ممكن أقدر أصور بيها في الراديولوجي للـ Upper GIT. اهم حاجه بالنسبه لنا في سنه 5 هم حاجتين، هم البلين اكس راي او الاشعه العاديه والكونتراست ستادي. بلين يعني ساده زي القهوه الساده، ما عليهاش اي اضافات خالص، يبقى هي اشعه عاديه فقط من غير صبغه او من غير ما العيان يشرب صبغه او يتحقن صبغه، يبقى دي اسمها بلين اكس راي، ودي ليها حاجات كتير هتبينها هنشوفها دلوقتي بعد شويه. كونتراست ستادي ودي ان العيان بيشرب صبغه من فوق او بيبلعها، او ممكن نحقنها من تحت بريكتال انيما، فيكون ليها اشكال كتير حسب الجزء اللي هتفحصه. لو فحصت الاسوفيجاس بس يبقى اسمها باريام سوالو، لو فحصت الاستومك يبقى باريام ميل، لو فحصت لحد السمول انتستين جيجنم وإيليا لوبس يبقى باريام فولثرو. دول العيان بيبلعهم او بيشربهم من فوق، او يتحقن من تحت اللي هو الباريام انيما عن طريق انيما من تحت في الريكتوم، وبنحقن الكونتراست فبيبقى اسمها باريام انيما. طب ايه هي المواد اللي بنستخدمها؟ هنشوفها دلوقتي واحنا بنشرح الكونتراست ستادي. ممكن نعمل العيان الترا ساوند اللي هي الموجات الصوتيه او اشعه السونار، او نشوف الاناتومي بصوره كروس سيكشنال او بصوره ادق بتفاصيلها الدقيقه عن طريق الاشعه المقطعيه اللي هي الكونتراست كومبيوتد توموجرافي او السي تي، او الماجنتيك ريزونانس ايميدجينج اللي هو الرنين المغناطيسي.
واخر حاجه هي الايزوتوب سكاننج اللي هي النظائر المشعه، ودي بتبقى فايدتها اكتر انها تشوف الفانكشن اكتر ما هي تشوف الاناتوميكال ديتيلز زي بقيه الميثودز. البلين اكس راي والكونتراست ستادي دول اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده. البلين اكس راي دي زي ما قلنا فكرتها ان في اكس راي تيوب بتطلع الاشعه عشان تعدي جسم الانسان، هنا بالنسبه لنا كجي اي تي بنعملها على منطقه الابدومين والبلفس، والعيان بيكون يا اما نايم سوباين على ترابيزه يا اما واقف يبقى اسمها اريكت، يبقى يا اما سوباين يا اما اريكت. كل واحده فيها ليها فوائد معينه. السوباين هي بتبين بقى الاناتوميكال ديتيلز، بنشوف البون اخباره ايه، بنشوف فيه اي ابنورمال سوفت تيشو دينستي، وكمان في حاجه مهمه قوي ان هي تشوف لو في راديو اوبيك شادوز. راديو اوبيك شادوز زي الستونز او الحصوات، ممكن تكون في الجول بلادر، ممكن تكون في الكيدني، ممكن تكون في العيان بارع فورين بودي وبيتابعوه يشوفوا نزل لحد فين فيعمل له اكس راي. ممكن كمان هيبين لي الكالسيفيكيشن سواء كانت في البنكرياس او كانت في البلاد فيزل زي مثلا الابدومينال اورتا او البرانشز بتاعتها، يبقى ممكن نعمل لها السوباين فيو. طب الاريكت فيو ايه اهميته؟ اهميه الاريكت فيو ان هو العيان بيبقى واقف وبالتالي الهواء بيطلع لفوق بالنسبه للفلويد، فبيعمل لي حاجه اسمها اير فلويد ليفل، يبقى ده مهم في حالات الانتستينال اوبستراكشن ان الفلويد والاير ستاجننت جوه الباول لوبس لان هي حركتها واقفه سواء كانت بميكانيكال اوبستراكشن او بفانكشنال اوبستراكشن. فلو لقينا مالتيبل فلويد اير فلويد ليفل في الباول لوبس دي مع حالات الانتستينال اوبستراكشن، دي مهمه جدا للامتحانات، بتيجي كتير جدا في امتحانات الراوند صوره المالتيبل اير فلويد ليفل دي بتاعه الانتستينال اوبستراكشن. حاجه تانية مهمه ان حصل في بيرفوريشن للباول سواء كان بيرفوريتد امندسايتس او بيرفوريتد جاستريك او ديودينال ألسر، اي بيرفوريشن، فالاير اللي جوه الباول او الجي اي تي هيطلع بره اليومن ومش هيفضل في مكانه لو العيان اركت او واقف، هيطلع لفوق وبالتالي هنشوف الفري اير ده كاير اندر دايفرام، هيعمل لي منظر في الفري اير اندر دايفرام ده بيبقى كاركترستيك جدا لحالات النيومو بيريتونيوم في حالات الباول بيرفوريشن. يبقى دول اهم حاجه للاريكت بوزيشن ان هي تشوف الفري اير اندر دايفرام في حالات النيومو بيريتونيوم والمالتيبل اير فلويد ليفل في حالات الانتستينال اوبستراكشن. ازاي هنفرق؟ انا شايف صورتين قدامي، هفرق ما بين الصوره السوباين والصوره الاريكت. الصوره السوباين بيبقى زي ما احنا شايفين ما فيهاش اير فلويد ليفل خالص، فيها احنا شايفين البون وشايفين السوفت تيشو وشايفين كل الحاجات، لكن في حاجه مهمه قوي ابص عليها اللي هي الجاستريك بابل. الجاستريك بابل ان الاير بتاع الاستومك لما العيان بيقف بيطلع لفوق بالنسبه للفلويد اللي جوه الجاستريك ليومن، فبيعمل لي منظر اللي هي الجاستريك بابل دي بتبقى هلاليه الشكل كده، وفي الاخر في فلويد ليفل عامل زي ستريت لاين. دي لو لقيناها يبقى معناها ان العيان ده كان واقف او اريكت بوزيشن، وطبعا العيان ده لو في انتستينال اوبستراكشن هنلاقي زي ما قلنا مالتيبل اير فلويد ليفل، دي يبقى معناها ان الصوره دي كانت اريكت. لان الامتحان الدرجه بتتقسم نصين، مهم جدا ما اقولش الحاجه اللي انا شايفها بس او الباثولوجي اللي انا شايفه بس، لا لازم اقول نوع الفحص ويكون كامل، يعني اقول بلين اكس راي سوباين او بلين اكس راي اوف ذا ابدومين اريكت بوزيشن، واقول الحاجه اللي انا شايفها مثلا هنا شايف مالتيبل فلويد اير فلويد ليفل ما بين قوسين انتستينال اوبستراكشن، يبقى انا كده خدت الدرجه كامله. تاني حاجه هي الكونتراست ستادي اوف ذا جي اي تي. ممكن حسب الجزء اللي هفحصه، هفحص الاسوفيجاس بس يبقى اسمها كونتراست سوالو او باريام سوالو، هفحص الاستومك يبقى اسمها باريام ميل، هفحص كمان السمول انتستين يبقى اسمها باريام فولو ثرو، او هحقنها من تحت عشان نشوف اللارج انتستين او الكولون يبقى اسمها باريام انيما. ايه هي المواد اللي بستخدمها؟ الاهم هو الباريام، ده اشهر حاجه خالص، بيبقى عباره عن سسبنشن او زي باودر كده شبه الدقيق، وبزودها بالميه، بفضل ازود عليها الميه لحد ما تبقى زي العجينه او زي البيست كده زي المعجون، والعيان بيبلعها. لو عملت بس فيلنج لليومن بتاع الاسوفيجاس يبقى اسمها باريام سوالو، ممكن اخففها اكتر بالميه فتبقى مور فلويدي فتنزل لحد الاستومك تبقى اسمها باريام ميل، ممكن اخففها اكتر لحد ما تنزل لحد الجيجنال والاليال لوبس، وتصور السمول باول يبقى اسمها باريام فولو ثرو، وممكن احقنها من تحت يبقى اسمها باريام انيما.
طب في مادة تانية بنستخدمها، في مادة ووتر سوليبل بتبقى زي الفلويد كده، العيان برضو يا اما بيشربها من فوق يا اما بيتحقن من تحت، دي اسمها جاستروجرافين. دول طبعا المادتين الاشهر استخداما في حالات الكونتراست ستاديز اوف ذا جي اي تي. طيب ده صورة دايجراماتيك كده لشكل الكونتراست لما بنحقنها في جي اي تي. ان ادي اليومن عندي فاضي كده، يبقى دي بلين، صورة بلين اكس راي ما فيهاش كونتراست، حقناها بالكونتراست عملت فيلنج لليومن كله وبقى مليان بالكونتراست، بس دي سنجل كونتراست. ممكن في حاجة كمان اسمها دبل كونتراست، ان بعد ما العيان بيشرب او بيتحقن الكونتراست سواء كانت باريوم او ووتر سوليبل زي الجاستروجرافين، بيتحقن بعديها كمان هواء او بندخل له هواء، فالاير ده بيعمل زي بيزق الكونتراست من اليومن عشان يملى هو اليومن كله الاير، ويبقى بس يتبقى شوية كونتراست عاملة جاست كوتينج للميكوزال ميكوزال لايننج اوف ذا وول. وده بيبقى مور بيتر ان انا بعمل فيجواليزيشن احسن للميكوزال irregularities والميكوزال ulceration، فبيبقى احسن ان انا اعمل الدبل كونتراست. يبقى انواع الكونتراست ستادي ممكن اعملها بتو تكنيكس، يا اما سنجل كونتراست ان انا بحقن الكونتراست او بيبلعها بس اللي هي الكونتراست بتاعتي بس اللي هي الباريوم او الجاستروجرافين، او ممكن بحقن معاها اير كمان يبقى ده اسمها دبل كونتراست. طب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ طبعا دي الاول الصورة دي انيما، لان انا شايف الكولون من تحت اهو مالي كل الكولون، descending و transverse colon و ascending colon محقون ب rectal enema من تحت، يبقى دي اسمها barium enema single contrast. ليه؟ لان الباريوم عامل filling لليومن كله اللي هو الابيض ده او الدنس ده بتاع الكولون. طيب الفرق بقى بينها وبين صورة الدبل كونتراست ان العيان فيه شوية بواقي دنس من الباريوم او الكونتراست، لكن الوول كله اليومن كله مليان بالاير، وزي ما قلنا الاير بيبقى لونه بلاك او جيت بلاك، فالبلاك ده هو الاير مع بواقي الكونتراست بتاعه الباريوم، يبقى ده باريوم انيما دبل كونتراست. وزي ما احنا شايفين ان الالستريشنز بتاعه الكولون والميكوزا لايننج كانت احسن وكانت بيتر في حالات الدبل كونتراست، فده الفرق بينهم في الشكل. لو انا شفت صورتين اقول على دي سنجل كونتراست، لكن اقول على دي دبل كونتراست باريوم انيما. طيب هعلق على ايه او ماست كومنت في الريبورت بتاعي كراديولوجيست لما اشوف صوره باريوم انيما او باريوم سوالو او باريوم ميل وات ايفر اي كونتراست ستادي؟ لازم اعلق على الجزء اللي انا بفحصه ده، الكورس بتاعه كويس ولا لا، الكاليبر في اي تشينج في الكاليبر ولا ماشي بنفس الكاليبر بتاعه، الكونتور في اي ابنورماليتي، في مثلا فوكال اوت باوتشنج او فوكال ان حته فيها فيلنج ديفكت مثلا، في الفيلنج بتاعه بتاع الكونتراست كان كويس وعامل جود اوباسيفيكيشن بالكونتراست ولا لا، والميكوزا لايننج، وطبعا دي زي ما قلنا بتبان احسن في الدبل كونتراست. ده صورة دايجراماتيك برضو بيبين لي صورة شكل السنجل كونتراست، وده صورة الدبل كونتراست وباين فيها الجود ميكوزا لايننج ما فيهاش ulcerations وما فيهاش اي abnormality ولا irregularity. ده شكل الكاليبر تشينج ان يحصل فيه sudden structure او change في الكاليبر، ممكن يبقى فيه حتة فيها filling defect من الكونتراست material، ممكن يحصل out pouching او diverticulum، ممكن يحصل ميكوزال irregularities او ulceration، ممكن يحصل ليك او ان الول كله يبقى في perforation ويحصل ليك للكونتراست منها تطلع outside، ممكن يحصل فيه displacement impression سواء كان بليجن من بره ماس lymph node whatever، فهنلاقي ان الكورس بتاع الجزء اللي انا بشوفه حصل فيه change او displacement او impression from outside. ده الجزء الاولاني. تاني جزء هنتكلم عليه اللي هو normal radiological anatomy of the upper GIT. طبعا عندنا بيبتدي من اول الماوس فوق لحد ما ينزل للاوروفارينكس، وبعدين بيمشي ما بين بيبقى behind the trachea بيبقى فيه الاسوفيجس، والاسوفيجس بيفضل ينزل ينزل downwards لحد ما يفتح في الهياتس in the diaphragmatic copula.
till reaching the stomach عشان يفتح في الستومك وبعدين الديودينوم. طبعا المحاضرة بتاعتنا النهاردة لحد الديودينوم، في محاضرة تانية للور جي اي تي بيبقى فيها بقى السمول انتستين بالجيجنال والإليال لوبس والكولون بأجزاء المختلفة لحد الريكتوم والإينال كانال. ده منظر الباريوم سوالو. طبعا احنا فوق فارينكس او اسوفيجس يبقى هنقول باريوم سوالو، اول ما ننزل تحت نشوف الاستومك يبقى اسمها باريوم ميل ومعاها الديودينوم. لو لقينا بقى بدأنا نشوف السمول انتستين يبقى ده اسمها باريوم فولو ثرو، لو شفنا الكولون يبقى اسمها باريوم انيما. دي احنا فوق لسه، ادي عندي اهو المانديبل وفي التيث وادي بقية السكال ودي السيرفايكال فيرتبري، يبقى اللي قدامها بالظبط ده، ده احنا فوق خالص خالص، يبقى ده اللي هو منظر الفارينكس. ده النورمال اوتلاينز بتاعته، في الميكوزال لايننج في سموث اوتلاين، مفيش irregularities مفيش abnormalities، وفي الباريوم في جود اوباسيفيكيشن للباريوم الطبيعي. ادي التانج بيز لو احنا بصين له من قدام، هنا بصين له lateral view وهنا lateral view، هنا anteroposterior view. ادي التانج بيز من ورا خالص، بيبقى فيه two pouches كده بتبقى filled with باريوم او الكونتراست ماتيريال بتنزل تقف فيها، في اتنين على الجوانب فوق واتنين تحت، الاتنين اللي فوق اسمهم فاليكولي والاتنين اللي تحت اسمهم بايريفورم فوسي. دي بتبقى نورمال اناتوميكال بورتس بتبقى موجودة في الفارنكس. ده طبيعي شكلها، ده النورمال اعرفوا شكله. طبعا هو ان يجيلكوا ابنورماليتي في الفارنكس هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تجيلكوا هي الفورين بودي وبتبقى باينة، لكن يعني العلم بالشيء اعرفوا برضو شكل النورمال اناتومي بتاع الباريوم سوالو في منطقة الفارنكس. ده الباريوم سوالو في الاسوفيجس، ادي منظر الاسوفيجس في جود اوباسيفيكيشن وذ كونتراست. طبعا احنا هنا شايفين الباريوم عامل فيلنج لليومن كله، يبقى ده سنجل كونتراست، مش شايفين اير عامل له ديسبيسمنت وجاست لايننج للميكوزا، يبقى ده سنجل كونتراست باريوم سوالو. الاسوفيجس طبعا نورمال ما فيهوش اي تشينج في الكاليبر، ما فيهوش اي فيلنج ديفكت، ما فيهوش اي اوت باوتشنج، يبقى ده نورمال اسوفيجس في الباريوم سوالو سنجل كونتراست. طبعا يجي لكم صوره ابنورمال ده صعب شويه، هو اللي بيجي باثولوجي، بس احنا بنعرف شكل النورمال عشان نعرف الابنورمال لما يجي لنا. ده طبعا شكل النورمال اسوفيجس في الباريوم سوالو، ده برضو نورمال اسوفيجس باريوم سوالو. طبيعي ان يبقى فيه شويه بريستالسيس، لكن اللي مش طبيعي انها تبقى يعني persistent stricture او persistent narrowing. برضو هنا normal esophagus باريوم سوالو، لكن هنا double contrast زي ما احنا شايفين الباريوم عامل just lining للميكوزا على الجوانب واليومن كله filled with air. وادي منطقة الجاستروسوفيجيال جانكشن، طبيعي انها تبقى طبعا below the diaphragm، لان لو هي طلعت فوق الدايفرام يبقى ده فيها سلايدنج هايتس هيرنيا، ودي برضو هنشوفها بعد كده في الباثولوجي. كل ده شكل النورمال اسوفيجس في الباريوم سوالو. نيجي على راديولوجيكال اناتومي بتاع الاستومك، طبعا بنبتدي من الكاردياك اوريفيس الاسوفيجس بيفتح فيها. استومك بتبدا بجزء فوق كده شويه اسمه الفندس، وبعدين البودي اللي هو بيبقى من عند منطقه الجاستريك الكاردياك اوريفيس لحد البايلورس، كل ده اسمه البودي اوف ذا ستومك او الجاستريك بودي. من هنا اسمه الليسر كيرفيتشر وهنا الجريتر كيرفيتشر، وادي منطقه البايلوريك البايلورس بيبقى فيها جزء واسع في الاول شويه اسمه بايلوريك انترم، اي حاجه واسعه اسمها انترم، وبعد كده البايلوريك كانال، وبعد كده البايلوريك اوريفيس اللي هي اضيق حته فيها. ومن جوه لو فتحنا الاستومك وبصينا عليها نلاقيها مليانه ميكوزال ثيكنينج وزي حتت كده اليفيشنز اسمها الجاستريك روجي، ده طبيعي في الاستومك. ادي منظر الجاستريك روجي اللي هي الميكوزال اليفيشنز، وادي الليسر كيرفيتشر، وادي الجريتر كيرفيتشر، وادي البودي اوف ذا ستومك، وادي منطقه اللي هي البايلورس بالبايلوريك انترم اللي هي اوسع حته فيها، والبايلوريك كانال والبايلوريك اوريفيس، لحد اما ندخل على الديودينم اللي هو بيبقى منظره زي سي شيبد كده، وبدايته خالص اسمها الديودينال كاب في الفيرست بارت اوف ذا ديودينم،
وهنا باينه زومد شويه الصوره، ادي منطقه الفيرست بورت بتاع الديودينم اللي هو النورمال ديودينال بالب اللي بيبقى في الفيرست بورت اوف ذا ديودينم. ادي الفيرست بورت، السكند بورت، وبعدين المفروض الثيرد بورت والفورث بورت، بس مش باينين معانا في الصوره. تاني نشوف منظر النورمال باريام ميل اوف ذا ستومك بالروجي بتاعتها، بالليسر كيرفيتشر، بالجريتر كيرفيتشر، وهنا طبعا مليانه فيها اير مع الكونتراست، يبقى ده دبل كونتراست. كل دي اشكال للايه، للجاستريك او الباريام ميل النورمال ستومك. نبدا بقى في الجزء المهم عشان الامتحان اللي بيجي لنا سبوتات، هو الكومن ديزيزز اوف ذا ابر جي اي تي. طبعا لما يجي لي الحاجه بقول نوع الفحص الاول كامل، وبعد كده بقول الديزيز اللي انا شايفه او الساين اللي انا شايفه. ده طبعا مفيش كونتراست، يبقى دي بلين اكس راي. شايفين فيه ايه؟ شايفين فيه جيت بلاك، جيت بلاك يعني اير موجود اندر ذا دايفرام على الناحيتين. طب هل ده طبيعي؟ ده طبعا مش طبيعي، يبقى معناها ان في فري اير اندر دايفرام. نيومو بيريتونيوم يبقى معناها ان في بيرفوريشن اوف ذا جي اي تي او اوف ذا باول. يبقى لو شفت الفيلم ده هقول عليه بلين اكس راي اوف ذا ابدومن اوف ذا شيست اند ابدومن شوينج فري اير اندر دايفرام ما بين قوسين نيومو بيريتونيوم. وطبعا لازم اقول في البلين اكس راي ان اريكت بوزيشن، لان العيان كان واقف عشان كده الاير طلع لفوق. نفس الكلام تاني، بلين اكس راي اوف ذا ابدومن اريكت بوزيشن ما بين قوسين شوينج فري اير اندر دايفرام نيومو بيريتونيوم. دي اشكال برضو تاني للنيومو بيريتونيوم، بلين اكس راي اريكت بوزيشن اوف ذا ابدومين اريكت بوزيشن شوينج فري اير اندر دايفرام نيومو بيريتونيوم. تاني عشان ما نتلخبطش وننسى، في هنا برضو خط صغير خالص جيت بلاك كده، الطبيعي ان ممكن نلاقي فيه جاستريك بابل على الناحيه الشمال، لكن ممكن تبقى تحت الدايفرام بشويه، لكن مش طبيعي ان احنا نلاقي اي اير خالص تحت الرايت كوبيلا اوف ذا دايفرام. يبقى اول ما الاقي ابص على عيني تيجي على الرايت كوبيلا اوف ذا دايفرام، لو لقيت تحتيها جيت بلاك اوباسيتي، جيت بلاك ريليوسنسي او سواد، يبقى ده معناها ان فري اير اندر دايفرام. يبقى ده بلين اكس راي اوف ذا شيست شوينج فري اير اندر دايفرام اريكت بوزيشن، طبعا فري اير اندر دايفرام نيومو بيريتونيوم. ممكن من اهداف زي ما قلنا والحاجات اللي ممكن نشوفها في البلين اكس راي هي الكالسيفيكيشنز او الراديو اوبيك شادوز، زي الجول بلادر ستونز، دي في منطقه الجول بلادر هنا، وده الفيرتبري اهو، يبقى اللي على اليمين دي الجول بلادر فيها ستونز، يبقى اقول بلين اكس راي اوف ذا ابدومين شوينج جول بلادر ستونز. هنا مالتيبل جول بلادر ستونز برضو نفس الكلام، مالتيبل جول بلادر ستونز، يبقى دي ممكن تيجي برضو في الامتحان. طيب ممكن اشوف ايه تاني راديو اوبيك شادوز؟ ممكن اشوف في منطقه البنكرياس، ادي الفيرتبري اهي وادي الريبس، اللي نايم بالعرض قدام الفيرتبري هو البنكرياس. ممكن يبقى فيه مالتيبل دوتس اوف كالسيفيكيشنز، يبقى دي بنكرياتيك كالسيفيكيشن، يبقى بلين اكس راي اوف ذا ابدومين شوينج مالتيبل بنكرياتيك كالسيفيكيشنز. في حاجه تانية برضو هي ملهاش علاقه بالجي اي تي، بس ممكن تذكر مع الشيء، يعني ان ممكن اللي على جوانب الفيرتبري بيبقى موجود قدامها الابدومينال اورطه، ممكن الاقي فيه لارج انيوريزم في الاورطه وكالسيفيكيشن في الوول بتاعه. يا دي صعبه شويه النتيجه في الامتحان، بس ممكن نعرفها. ده انتروبوستيريور فيو وده لاترال فيو، اديني شايف الفيرتبرال بوديز اهي، وقدامها في لارج انيوريزم في الابدومينال اورطه وفي كالسيفيكيشن في الوول بتاعه، يبقى ده كالسيفيكيشن في الابدومينال اورطه. والعيان لما اتحقن بصبغه اي في، مش اورال بقى زي بتاعه الجي اي تي، صبغه بتمشي في الاوعيه الدمويه بتاعته لحد ما وصلت للابدومينال اورطه وصورناه، بينت ان في لارج انيوريزم في الابدومينال اورطه اللي احنا كنا شايفين فيه كالسيفيكيشن. طبعا دي صعبه شويه انها تيجي في الامتحان. طيب دي مهمه ان عندي منطقه الفارنكس بعرفها ازاي، ادي المندبل اهو بقيته وادي سيرفايكال فيرتبري. ممكن اشوف في فورن بودي
في منطقة الفارنكس يبقى ده ايه فورين بودي في الايه الفارنكس. هقول plain x-ray of the neck lateral view showing foreign body of the pharynx. صورة تانية ممكن اشوف الفورين بودي تحت شوية عند الليفل بتاع الاسوفيجس لما الاقي الشيست بقى مش النك فوق الفارنكس عند النك، لكن لما ندخل في منطقة الشيست يبقى ده بقى اسوفيجس. يبقى لما الاقي في كوين مثلا شادو سواء كانت في الانتروبوستيريور فيو او لاترال فيو ممكن اشوف فورين بودي شادو. يبقى هقول plain x-ray of the chest postero anterior view. دايما الشيست بيتصور postero anterior view مش انترو بوستيريور زي الابدومين، يبقى بوسترو انتيريور فيو شوينج فورين بودي في الاسوفيكس. ده لاترال فيو لان الفيرتبري ورا وادي الاسترنم قدام. يبقى هقول بلين اكس راي اوف ذا شيست لاترال فيو شوينج فورين بودي. احنا في منطقه الشيست يبقى ده الاسوفيكس، يبقى فورين بودي اوف ذا اسوفيكس. ممكن بقى طالما شفت صبغه يبقى انا خلاص خرجت من منطقه البلين اكس راي دخلت للكونتراست ستادي. طب انا فين؟ انا فوق ولا تحت ولا فين؟ انا لسه فوق في الاسوفيجس. يبقى دي اسمها باريام سوالو. يبقى هقول باريام سوالو شوينج ايه بقى فيها مالتيبل اوت باوتشنج كده. ايه سبب ان حصل فيها اندنتيشن حتت واسعه وحتت ضيقه حتت واسعه وحتت ضيقه؟ ان الاسوفيجس في حاجه اسمها تيرشري كونتراكشنز. التيرشري كونتراكشنز دي بتبقى كونتراكشنز بس نون بروبالسيف، يعني ملهاش فانكشن، مجرد انها انقباضات متتاليه بتحصل في السموث ماسل بتاعه الاسوفيجس، وبالتالي بتبقى بتعمل سيفير بين في الشيست وبتعمل العيان ديسفيجيا وبيبقى عنده سيمتومز كتير. هنلاقي فيها مالتيبل حتت ناروينج ودايلاتيشن، ناروينج ودايلاتيشن في الاسوفيجس. فنقول عليها المنظر ده كاركترستيك جدا اللي هو تيرشري كونتراكشنز اوف ذا اسوفيجس. يبقى باريام سوالو شوينج تيرشري كونتراكشنز اوف ذا اسوفيجس. ممكن نلاقي فيه ايه كمان؟ ممكن نلاقي فيه حته اوت باوتشنج كده من الاسوفيجيال وول. يبقى ده باريام سوالو اهو، في حته طلعت منه ومليانه فيلد ويز كونتراست، وهنا نفس الكلام. يبقى ده اللي ممكن يطلع من الاسوفيجس اوت باوتشنج كده، ده بيبقى دايفرتيكولم. يبقى باريام سوالو اوف ذا اسوفيجس شوينج اسوفيجيال دايفرتيكولم. طيب الصوره دي صعبه شويه بس برضو نحاول نركز فيها. ادي عندي الدايفرام اهو. الطبيعي ان الجاسترو اسوفيجيال جانكشن بيبقى بيلو ذا ليفل اوف ذا دايفرام، لكن لو طلع فوق الليفل بتاع الدايفرام يبقى ده فيها سلايدنج هايتس هيرني. طيب ده ايه؟ ده باريام سوالو، لان انا شايف الاسوفيجس اهو، وهنا باريام سوالو عشان انا شايف الاسوفيجس. الطبيعي ان المنطقه اللي هي بيختلف فيها الميكوزا بتاعه الاستومك الروجيه بتاعتها مع الاسوفيجيال ميكوزا دي اللي هي الجاسترو اسوفيجيال جانكشن، اختلاف الميكوزا اللايننج الاثنين مع بعض ده المفروض يكون تحت شويه. كون ان هو طلع لفوق كده يبقى فيه هايتس هيرنيا، يبقى باريام سوالو شوينج هايتس هيرنيا. هنا نفس الكلام، ادي اختلاف اللايننج بتاع الجاستريك روجي مع الميكوزا بتاعه الاسوفيجس. ادي الجاسترو اسوفيجيال جانكشن طلع فوق في الشيست اباف ذا ليفل اوف ذا دايفراجماتيك هايتس، يبقى ده باريام سوالو شوينج هايتس هيرنيا. لما يحصل فيه ناروينج في الاسوفيجس لازم نشوفه على كذا سيريال ايمجز ورا بعض. لو لقيناه ثابت معانا او بيرمننت ناروينج بنقول عليها اسوفيجيال ستريكشر، وليه اسباب كتير. ممكن يكون تروماتيك، ممكن يكون العيان شرب كروسيف ماتيريال وعملت فايبروزز بعديها، او ممكن تكون حاجه فانكشنال، او ممكن تكون نتيجه مالجنانت ماس. كل الحاجات دي ممكن انها تعمل ستريكشر. بالنسبة للستريكشر العادي اللي هو نتيجة مثلا كوروسيف بياخد لونج سيجمنت من الاسوفيجس، وهنا لونج سيجمنت من الاسوفيجس ده بنقول عليه ستريكشر. فبنقول باريام سوالو عشان ده اسوفيجس شوينج اسوفيجيال ستريكشر. هنا اسوفيجيال ستريكشر دي برضو لونج سيجمنت اوف ناروينج، حصل تشينج في الكاليبر بتاع الاسوفيجس فبنقول عليه اسوفيجيال ستريكشر. الطبيعي ان الاسوفيجس ماشي بكاليبر واحد
وكونتور واحد لحد ما يوصل للليفل بتاع الجاستروسوفجيال جانكشن زي ما قلنا عند الليفل بتاع الديافرام لحد ما يفتح في الكاردياك اوريفيس في الاستومك. طيب لو حصل في فيلير اوف النورمال اوبننج السموث ماسل في منطقه الكاردياك اوريفيس فيها persistent narrowing فبيحصل فيها compensatory proximal dilatation في الاسوفيجاس في اليومن بتاعه وده مرض معروف اسمه اكاليزيا اوف ذا كارديا ان بيحصل فيه هنا failure of normal opening of the cardiac orifice of the gastroesophageal junction فبيحصل هنا narrowing و proximal dilatation لكن النروينج هنا بما انها حاجه بناين كونديشن ولونج ستاندنج فبيبقى شكلها سموس تيبرنج كده زي منقار الطائر بيبقى اسمها بيرد بيك ابييرنس والدايلاتيشن بتاع الاسوفاجس بيبقى كبير لان هي بتبقى بناين كونديشن فبتاخد وقت طويل فبيحصل فيها كومبنساتوري دايلاتيشن في الاسوفاجس غير لما بتبقى مالجننت كونديشن الدايلاتيشن ما بيبقاش بنفس السيفيريتي لان هي بتبقى شورت ديوريشن فما بيلحقش يحصل له الدايلاتيشن الجامد. دي طبعا صوره مهمه جدا بتيجي كتير جدا في الامتحان. انا شايفه قدامي الاسوفاجس ماركدلي دايليتد with smooth tapering end وناروينج في الكاردياك الجاستروسوفجيال جانكشن ده وعامل منظر البيرد بيك ابييرنس فده اللي هو باريوم سوالو dilated esophagus with bird beak appearance of its end اللي هو acalasia of the cardia. تاني منظر باريوم سوالو بتيجي في الامتحان مهمة showing markedly dilated esophagus with fluid level حتى من كتر الدايلاتيشن فعمل fluid level للcontent جواها with bird beak appearance of the cardiac orifice وده اللي هو acalasia او disease اسمه acalasia of the cardia او acalasia. دي مهمة جدا للامتحان. في صورة تانية يعني صعبة شوية بس برضو ممكن نعرفها ان ممكن الفيلينج ديفكت اللي نشوفه في الاسوفيجس او في الاسوفيجية اليومن ممكن يبقى حاجة سموث اوتلاين وده بتبقى غالبا حاجة بناين اسوفيجية الماس وبتبقى اوتلايند بالباريوم من جميع النواحي لان هي بناين ليجن حاجة برضو بناين كونديشن زي الفود بولس مثلا عيان بلع فود بولس مثلا حتة لحمة او حاجة عملت له اوبستراكشن مرة واحدة في الاسوفيجس فهنلاقيها هنا برضو ميكوزا ريجولر ومتحوطة بالباريوم من حواليها فده منظر برضو الفود بولس دي بناين كونديشن هتعمل فيلينج ديفكت في الاسوفيجس يعني دي ممكن برضو صعبة شوية لكن دي مهمة قوي منظر الايه منظر الاسوفيجيال ماس الماليجنانت ماس بيعمل شولدرينج او زي شولدر على الناحيتين كده وبيبقى فيه الريجولر فيلينج ديفكت ويز شولدرينج في الاسوفيجس والدايلاتيشن فوقيها بيبقى مش بالسيفيريتي بتاع الاكاليزيا بيدي منظر الراد تيل ابيرنس زي ديل الفور مايدلي دايليتد اسوفيجس مش دايليتد قوي ومعاها راد تيل ابيرنس اوف ذا اسوفيجس دي نتيجه مالجننت ماس والريجولاريتيز في الميكوزا بتاعتها. دي الصوره دي مهمه قوي ولازم نفرقها من صوره الاكاليزيا اللي هي بتبقى بيرد بيك ابيرنس وذ ماركدلي دايليتد اسوفيجس. تاني منظر المالجننت ماس وذ شولدرنج والريجولاريتيز في الميكوزا ده برضو مالجننت ماس اوف ذا اسوفيجس باريوم سوالو. دي صورة اشعة مقطعية او السي تي يعني نعرفها لكن هي يعني ما تجيش في الامتحان بالنسبة لنا. ادي الاسوفيجس هو الموست بوستيريور ستراكشر في سيكنينج وسوفت تيشو ليجن فيه ده نتيجة مالجننت ماس في الاسوفيجس. طبيعي ان هو يبقى اليومن بتاعه ما يبقاش فيه السوفت تيشو ماس ده. اخر حاجة بالنسبة للاسوفيجس هي ان ممكن اشوف طبعا ده باريوم سوالو عشان ده اسوفيجس اشوف فيه ايه اشوف فيه مالتيبل الريجولار سيربيجينوس زي الديدان كده فيلينج ديفكتس مليانة في الاسوفيجية اليومن ده منظر كاركترستيك قوي للي هي الفارسز اللي هي الدوالي بقى اللي بتحصل مع عيانين البورتال هايبرتنشن ف
فده منظر مهم قوي، نلاقي حاجه زي الديدان كده مليانه فيلنج ديفكتس في الاسوفجيه اليومن، دي منظر الاسوفجيه الفاريسس. كده خلصنا الاسوفيجس بالباثولوجي بتاعه، قلنا اهم حاجات فيه اللي هي الفورين بودي، وطبعا فورين بودي وده فارينكس، وقلنا الاكاليزيا باريوم سوال والاكاليزيا مهمه بالبيرد بيك ابييرنس، وقلنا كمان اللي هي المالجنانت ماس ويز شولدرنج ويز ريد تيل ابييرنس والاسوفجيال فيروسز. الباثولوجي بقى اللي بيحصل في الاستومك والديودينم، ممكن نلاقي فيه جاستريك دايلاتيشن، دي بلين اكس راي طبعا لان ما فيهاش كونتراست، نلاقي فيه الاستومك دايليتد خالص، يعني نقول دي بلين اكس راي اوف ذا ابدومين انتروبوستيريور فيو، لان الفيرتبري في النص يبقى ده انتروبوستيريور فيو، وفيها دايليتد استومك او جاستريك دايلاتيشن. ممكن نلاقي فيه جاستريك السر. ألسر يعني ايه؟ يعني حصل اوت باوتشنج كده للميكوزة، حصل فيها زي حفرة، والحفرة دي لما ندي باريم في الاستومك تتملى بالكونتراست، هي الحفرة دي ممكن نشوفها لاترال فيو او نشوفها ان بروفيل يعني من قدام، فلما نيجي نشوفها ادي الباريم ميل، هنلاقي فيه اوت باوتشنج للكونترا اوت باوتشنج من الميكوزة وفيلد ويز كونتراست ماتيريال او فيلد ويز باريوم، ده جاستريك السر. برضو صوره هنا عرفنا منين ان احنا في الاستومك، لان احنا شايفين الروجي بتاعتها، منظر الميكوزا الروجي دي كاركترستيك للاستومك، يبقى لما اشوفها اقول باريوم ميل اوف ذا ستومك شوينج اوت باوتشنج فيلد ويز كونتراست جاستريك السر او شوينج جاستريك السر. تاني مناظر مختلفه للجاستريك السر، ده صغير شويه قوي يعني صعب ان هو يجي، يعني بيبقى فيه اوت باوتشنج برضو هنا filled with contrast ده جاستريك ألسر، وده برضو جاستريك ألسر برضو صعبة شوية الصورة دي اللي يعني عليها نجمة دي، ده برضو حفرة مليانة بالكونتراست. تاني دي باريوم ميل، عرفناها ان احنا شايفين الروجي بتاعت الاستومك وشايفين اللي هي الحفرة اللي مليانة الباريوم، يبقى دي جاستريك ألسر موجودة على الليسر كيرفيتشر اوف ذا ستومك. ممكن بقى ان الحفره بدل ما تبقى اوت باوتشد لبره، لا دي تبقى لجوه، يبقى ده معناها ان هي مالجنانت ماس، لان المالجنانت ماس بتبقى موجوده في الوول وتدخل تاكل في اليومن من جوه، مش بتطلع لبره زي الالسريشن في الميكوزا. فلما نلاقي اليومن في ماس كده داخله واكلاه من الوول وداخله لحد اليومن، يبقى دي جاستريك ماس. وهنا برضو الطبيعي ان انا لو رسمت الاستومك ادي الليسر كيرفيتشر وادي الجريتر كيرفيتشر، المفروض ان هو يكمل كده مع بعضه، يبقى فيه هنا ماس دخلت اكلت من الوول دخلت على اليومن، يبقى ده باريوم ميل شوينج جاستريك ماس مالجنانت جاستريك ماس. دي صورة اشعة مقطعية او سي تي برضو اكزيال ايمج او مصورين العيان زي كأنها ترانسفيرس ايمج، المفروض دي ده الليفر وده الاستومك اللي مليان صبغه بالابيض، وفي ماس سوفت تيشو ماس كده مالجنانت ماس طالعه من الوول وداخله على اليومن بتاع الاستومك، دي صوره جاستريك ماس. برضو صعب انها تجي لكم صوره تي تي، بس نشوفها برضو نعرفها. ممكن المالجنانسي في الاستومك ما يكونش على صوره السر ولا يكون بصوره ماس، يجي بصوره ناروينج والريجولاريتيز في الوول واليومن كله بتاع الاستومك، يبقى كلها بقت نرد، بقى اسمها حاجه اسمها لاينيتس بلاستيكا. ان ادي باريوم ميل الاستومك، طبعا الكونتور بتاعها مش بالشكل الطبيعي اللي هي ماليه الكافيتي بتاعها كله او الجاستريك ليومن، لا بقت فيري نارو، بقت الريجولار اوتلاينز، يبقى دي اسمها لاينيتس بلاستيكا. دي برضو شكل الاستومك في الباريوم ميل، ماركت الريجولار ناروينج لاينيتس بلاستيكا، دي برضو من الاشكال المالجنانسي في الاستومك، وده برضو ناروينج في اليومن والوول بتاعها كله الريجولار نتيجة المالجنانسي، يبقى دي باريوم ميل شوينج لاينيتس بلاستيكا. صورة تانية باريوم ميل اهو عشان انا شايفة الاستومك وشايفة برضو معاها السمول انتستين، يبقى ممكن اقول عليها باريوم ميل فولس رو الاثنين مع بعض. مفروض ان الاستومك ماشيه بالكونتور بتاعها كده الجريتر كيرفيتشر،
في هنا عند منطقة البايلوروس لقينا في زي برضو حتة حصل فيها نروينج كده، يبقى في ده هنا جاستريك ماس برضو. ولما عملنا لها السي تي ادي مفروض الاستومك، مفروض اليومن بتاعها ما يبقاش بالثيكنس ده في منطقة البايلوروس، يبقى ده برضو قال ان في، بيؤكد ان في جاستريك ماس في المنطقة دي. طبعا برضو زي ما قلنا السي تي صعب ان هو يجي. منطقة الديودينم ايه اللي ممكن يجي فيها؟ منطقة الديودينم الطبيعي ان هو يكون الاير بيتحرك من الاستومك يدخل على الديودينم وبعد كده يدخل على السمول انتستن واللارج انتستن. فالطبيعي ان الابدومن تبقى مليانة جازز باشكال مختلفة، لكن لما الاقي الابدومن جازلس ابدومن خالص ما فيهاش اي جاز خالص ما عدا غير تو اير بابلز كده في منطقة الاستومك واللي جنبها يبقى ديودينم، يبقى معناها ان في ديستال اوبستراكشن او ديستال حصل خلاص ان الـ ان اليومن وقف فجأة او حصل فيه اتريزيا وما عاد ما بقاش فيه اير مكمل ديستال ليه. فلما نلاقي في منظر الدبل بابل ساين او ان في تو بابلز بس في الابدومن وبقيه الابدومن جازلس، يبقى ده بتاع الديودينال اتريزيا، يبقى معناها ان ديودينم بقيته حصل فيه اتريزيا او اليومن مقفول على بعضه خالص كونجينيتال انومالي والجي اي تي كله ما بقاش فيه اير خالص. دي برضو بلين اكس راي اوف ذا ابدومن اريكت بوزيشن شوينج دبل بابل ساين، دي بتاعه الديودينال اتريزيا. ايه تاني ممكن نشوفه في الديودينم؟ ده الطبيعي شكل الديودينال بالب اللي هو الفيرست بارت بتاع الديودينم وسموث اوت لاينز والميكوزا بتاعته ريجولار ما فيهاش اي اوت باوتشنج ولا فيها اي ابنورماليتي ولا ريجولاريتي. وادي الفيرست بارت السكند بارت المفروض الثيرد بارت والفورث بارت بعد كده بس مش باينين معانا. ايه الابنورمال بقى؟ الابنورمال ان يبقى فيه اوت باوتشنج في المنطقه دي، دي بتاعه الديودينال ألسر. دي برضو صعبة انها بتبقى زي حفرة مليانة برضو بالكونتراست، نفس فكرة الالسر اللي في الاستومك بس دي صعبة شوية انها برضو انها تجيلكو يعني. يبقى اهم حاجة في الديودينم هي الديودينال دبل بابل ساين، دي بتاعت الديودينال اتريزيا. الديودينال الالسر نعرف شكلها بس هي اقل اهمية. في حاجة تانية برضو ان احنا عندنا ده انتروبستيريور فيو وادي الاستومك فيها شوية كونتراست كده وإير، يبقى ده دبل كونتراست باريام ميل. شايفين الاستومك زي ما يكون ديسبلايزد خالص ماركدلي ديسبلايزد لقدام، في حاجة وراها أكيد هنا أكيد عاملة لها ديسبلايسمنت. طب نأكد كده إزاي؟ نعمل لاترال فيو، أدي لاترال فيو عشان عرفنا إزاي إن الفيرتبري في الجنب والاستومك قدام، ده برضو باريام ميل فول ثرو عشان باين معايا السمول باول لاترال فيو، لكن ده انتروبوستيرو فيو لقينا في حاجه كبيره ورا الاستومك عامله لها ديسبلايسمنت لقدام. طيب ايه هو اللي بيبقى في المكان ده ورا الاستومك؟ ممكن غالبا بيكون حاجه من البنكرياس، سواء كان بنكرياتك ماس سواء كان سودو بنكرياتك سيست زي الحاله دي، يعني ده بيدخل فيه ديفرنشال دايجنوزز كتير جدا. الحالة دي كانت سودو بانكرياتيك سيست، لكن هي اي ليجن من البنكرياس وبيكون حجمه كبير ممكن يديني نفس المنظر ان هو يعمل ماركدلي ديسبليسمنت اند اندنتيشن upon the gastric lumen. صورة تانية برضو lateral view باريام ميل فولو ثرو عاملة برضو ماركد ديسبليسمنت اند اندنتيشن of the gastric lumen زقال قدام خالص. ولما عمل السي تي طبعا برضو صورته اقل اهمية بالنسبة لنا، ادي الاستومك مزقوقة لقدام بسيستيك ليجن في منطقة البنكرياس، ده كان سودو بنكرياتيك سيست وبيحصل بعد حالات البنكرياتيتس، بيبقى زي فلويد كولكشن بيتجمع في منطقة البنكرياس ممكن يعمل اندنتيشن على الاستومك زي ما شفنا في الصورة دي. هنا بقى دي برضو صورة باريام ميل فولو ثرو عشان مكمل معانا السمول باول. ايه اللي موجود في المنطقه دي؟ موجود في المنطقه دي اللي بيبقى موجود جوه الديودينم اللي هو السي شيب بتاع الديودينم، ده اللي هو البنكرياس. بصينا لقينا الديودينم السي شيب كيرف بتاعه ده بقى وايدند او بقى واسع والميكوزا بتاعته متقرقضه والريجولار اوت لاينز. فبما ان هنا الهيد بتاعه البنكرياس بتبقى موجوده عشان يكمل بالبودي والتيل بتاعه، يبقى ده غالبا بنكرياتيك هيد ماس لانها هنا widened والregular outlines بتاعة الميكوزا.
يبقى ده بانكرياتيك هيد ماس. طيب يبقى نراجع تاني، ايه المهم في الباثولوجي؟ المهم في الباثولوجي ان انا اقول نوع الفحص اول حاجة كامل، تاني حاجة ان انا اقول ايه هو الليجن اللي انا شايفه. اول حاجة مهم جدا اللي هو plain x-ray of the chest and abdomen، لو الشيست باين معايا، erect position عشان شايف الاير فوق اهو، showing free air under diaphragm pneumoperitoneum نفس الكلام، plain x-ray of the abdomen showing gallbladder stones، plain x-ray of the abdomen and to posterior view showing multiple pancreatic calcifications، foreign body of the pharynx، plain x-ray of the chest postero anterior view عشان الشيست بيبقى postero anterior مش antero posterior زي الابدومن، showing foreign body of the esophagus، barium swallow of the esophagus showing esophageal diverticulum، barium swallow of the esophagus showing dilated esophagus with bird beak appearance of the cardia، ما بين قوسين اكاليزيا، benign esophageal mass، barium swallow of the esophagus showing malignant esophageal mass في shouldering irregular outlines، red tail appearance، multiple serpiginous filling defects دي بتاعة الاسوفجيال varices، gastric ulcer، barium meal، barium meal gastric ulcer again، barium meal linitis plastica، barium meal gastric mass، plain x-ray of the abdomen of the chest and the abdomen، وهنا of the abdomen erect position showing double bubble sign duodenal atresia، barium meal duodenal ulcer، pseudo pancreatic cyst للاستومك عشان زقيقها، ده barium meal full through lateral view وانترو posterior view، و pancreatic head mass عشان عامل dilatation widened C curve و irregular outlines للميكوزا بتاعة الديودينوم. يعني اتمنى تكونوا فهمتوا، ويا رب تكون المحاضرة سهلة بالنسبة لكم، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.